برايك شنو اسباب هاي الحوادث اللي عصير ومن ضمن هذا الحادث؟ قله وعي، يعني المرور ما متواجد يعني بمكان. من يصير الحادث يراد له فتره على ما يجي الشخص المعني. يعني الاخ اللي ابو السيارة السوداء لاف لوفه يعني غير قانونيه، وجاء ابو الكيه بصفه، ابو الكيه كان على يمين ابو الكيه هم سياره، ما طاق يجتاز لليمين، فجاء هذا وقف من لاف وقف، يعني هاي وقفه ما قانونيه صح، فمن جاء راسه صدمه بوتشو. والله السرعه وانتباه ماكو، ونص السواق بلا بدون اجازات، بدون اجازات سوق. الحل الحل المرور لازم اجازات، يحاسب على الاجازات، على العمر، يدحق عمره ما قانوني، ما يخليه يسوق. والله شباب اسواق جدد وما تفهم، لا يعرف لا يمين ولا يسار، وثلاث ارباعهم جدد السواق وما عندهم لا اجازه السوق ولا كل شيء ما عندهم. هاي احدى الاسباب، مو منها وراها هاي الاسباب. كفاك بريك ما يعرف شك وراه. طيب واحد يعمل لك على الثالث ولا كل مكانات. اكثر الشباب طايشين، ما عندهم جايز، ما سوق، فيصير حدث يعني الحوادث هي هذا السبب. علاج هاي الحوادث؟ والله العلاج نصب كاميرات، جايز ما سوق يحاسبون، متابعة المرور يعني. نعم هاي يعني ضرورية، يعني متابعة المرور.